في الآونة الأخيرة تردد مصطلح تدبير القضية النوبية، لكن أجمعت كل آراء أبناء النوبة على رفض هذا المصطلح الدخيل، وأكدوا أن النوبة تعيش في حضن مصر. إن النوبة هذه نقطة وصل وليس نقطة فصل. يمكن الجملة دي إحنا حافظينها وعارفينها، لأن إحنا معروفين على مستوى التاريخ من بداية الخليقة إن العلاقة كانت ما بين مصر والفراعين وأفريقيا والسودان تحديدا كانت عن طريق النوبة. فإذا بالتالي هنا في نقطة إن إحنا متفقين إن أنا لست حيز لأبناء النوبة، ولكنني أنا مصرية حتى النخاع، أنا نوبية حتى النخاع، أنا أصل مصر. ولا يمكن لأصل والجسم أصيل أن ينفصل ويدعي ويشتكي للغير. فيمكن النقطة دي هي اللي خلتنا النهاردة احنا نعقد مؤتمرنا نقول لا لا وألف لا ان احنا ندور قضيتنا. ان هذا الامر من الخطورة بمكان على الوطن، اللي النوبة هي جزء أصيل من هذا الوطن، وان النوبة ضحت من أجل هذا الوطن، ولن يسمح ان النوبة يستغلوا كورقة لهدم هذا الوطن الآن من خلال التدويل ومن خلال ان احنا أقلية، نحن عايزين نرجع لأرض المعاد، وهذا الكلام لا يجوز. واحنا بندينه وبنقول يا إعلام ركزوا على الوجه الآخر للأغلبية النوبية اللي بتقول ان النوبة كما بنت مصر من خلال تضحيتها في السد العالي لن يسمح للنوبيين أن يكونوا ورقة هدم لهذا الوطن. لا للمتاجرة ولا لتدويل القضية النوبية، لأن هذا الشيء يسيء لأبناء النوبة، يعني لأن احنا يعني شريحة من شرائح المجتمع المصري، شريحة أصيلة ولنا جذور في التاريخ وعائلات عريقة. بيحاولوا يصوروا ان عندما نخاطب مؤسسات حقوق الانسان الدوليه وخاصه مؤسسات حقوق الانسان تبع الامم المتحده ان ده تدويل وان ده استدعاء للقوى الاجنبيه وان ده خيانه للوطن وعماله للوطن. والحقيقه الحكومه عارفه كويس قوي ان ده كله كلام فارغ، وان هو عارفين كويس قوي يعني ايه حقوق انسان، ويعني ايه لما اخش اوقع واصدق على اتفاقيه لحقوق الانسان. اذا فهناك اليه للامم المتحده، كل اتفاقيه ليها لجنه، يعني العهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه ليه لجنه حقوق الانسان، العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ليه لجنه حقوق الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. كل عده سنوات تراجع هذه اللجنه الدول، جميع الدول اعضاء، هم 192 دوله في الامم المتحده، تراجع جميع الدول في كيفيه تطبيق هذه مواد هذا العهد. الدوله تعرف تماما ان الدستور المصري الماده 151 من الدستور المصري تقول ان كل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية التي مصر طرف فيها هي جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي. إذن فنحن عندما نخاطب الجهات التي تطبق القانون الدولي التي انضمت لها مصر بموافقتها وإرادتها الحرة، إذن فنحن نطبق القانون الداخلي ونطبق الدستور المصري. فإحنا بنطالب بتطبيق هذه القوانين اللي وقعت لمصر واللي مثل مصر وقتها والبلاد العربية. الدكتور محمود عزمي من ضمن ده مصري، من ضمن اللي وضع هذه المواثيق، فاحنا بنطالب بتطبيق هذه المواثيق، يبقى بنطالب بقوانين داخليه. الناس بقى بتحاول تسيء الينا، يقولوا انتم بتحاولوا الاستقواء بالخارج، التدويل بمعنى يخوفوهم، مع ان اللي عمل التدويل جمال عبد الناصر وسلطه عكاشه ومنقذه اثار النوبه. يا سدى أبا في السكينة والشوط داري لنا يا نوبة وملنيتو دورتين كول كولوتو كفل بنا وكفل
يؤكد النوبيون أنهم ضحوا من أجل مصر وازدهارها بتركهم وطنهم الأصغر لبناء السد العالي، حيث كانت لديهم أملاك واسعة في بلاد النوبة القديمة يتوارثها الأبناء والأحفاد. قدر تكلفة البيت في منطقة ضفاف بحيرة ناصر 75,000 جنيه. السيد المحافظ قال يعني أولا القانون 106 بيقول البدل النقدي أو العيني، يعني تاخد بيتك أو تاخد ما يقابله من مبالغ مالية. ده حرية، أنت صاحب مستند ملكية، هل حد يملك أن يقول لك تاخد بدل النقدي أو تاخد البيت؟ ما أعتقدش أن في حد يملك إلا الشخص صاحب هذا المستند. لكن أبناء النوبة زعلانين من أهاليهم، مش زعلانين من الحكومة. في فرق بين أزعل من الحكومة وبزعل من ابن عمي اللي هو راح أخذ فلوس، أنا بقول له لا خد البيت عشان أنا عايز أرجع لبلدي. ده بقى يعني مجهود يبذلوه قيادات النوبة أن يوعوا أبناء النوبة بأن المنزل أفضل من البدل النقدي. البدل النقدي خدته هتصرفه، لكن البيت قائم وهتبقى بعد كده تستثمره ابنك لابن ابنك، يعني أنت بتزرع للمستقبل، أما المبلغ فهيضيع هيضيع يعني. والله المسكن احسن، انا نقدي ما اخدش طبعا بدل نقدي، اخد مسكني، بس اخد مسكني في مكان احس بيه برضك ان انا يعني برضك رجعت للاصل تاني، مش ما اخدش مثلا مسكن في مكان بعيد عن النوبه واحس ان انا خرجت عن النطاق النوبه. اللي جاي ياخد بدل النقدي بتاعه ده ال 500,000 جنيه احنا ما سالناهوش وعاوزه ليه، هو اكيد عاوزه محتاجه، لان هو خد قرابه اتولد وعاش واستقر في القاهره واسكندريه واسماعيليه والسويس وكل وجه بحري، فبالتالي استقر هناك من ناحيه عمله ومن ناحيه مسكنه ومن ناحيه اولاده، فهو بيرى ان هو يرجع تاني هنا يمكن فيها صعوبه بالنسبه له، بس هو 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 يعني حتى اللي جاي ياخد بدل النقد ما لمسش ربه الموضوع، احنا ما بندورش على حق انا شخصي اللي موجود قدام حضرتك كيسري، لا انا بدور على ابن حضرتك والابناء والجيل اللي قادم، زي ما الرئيس احنا من فتره كنا بنناقش عده مشكلات على مستوى مصر كلها، كنا بنقول فيها ايه؟ اين حق الاجيال القادم؟ فبالتالي انا لما هاخد في على ضفاف البحيره هاخد بيت مسكن وخمس فيادين، انا بدور على حق الجيل القادم، ما بدورش على حق انا. هي المعلومه لو وصلت للشخص اللي ياخد المبلغ ده هيحس ان 500,000 جنيه او 75 مليون مش هي اللي هتوفي حق ابنه وحفيده في المسكن وفي المعيشه. لو هنتكلم بالعامل الاقتصاد يعني القيمه الاقتصاديه، لا الدوله تعرف كويس قوي ان البيت اللي هيتبني هيتكلف اكتر من 120,000، غير الارض، غير قيمه الارض، غير حقنا في الارض اللي احنا بنطالب بيه. لكن لما اجي دلوقتي اقول لك خد 75,000 جنيه واسكت، يبقى انا خسرت قيمه كبيره جدا اقتصاديه. الحاجه الثانيه، القانون الدولي حرم ان يتم الارض، يجب ان تكون مقابل ارض، الارض بارض والبيت ببيت، والارض لو مش هاخد نفس ارضي يبقى اخد ارض مماثله ومشابهه في الجوده وكل شيء.